يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد من ايام برنامج 60 دقيقة وتغطية خاصة لكل الاحداث على الساحة الرياضية سواء المحلية او العالمية، وكمان هنعرف مع بعض كل جديد على السوشيال ميديا. واكيد شعارنا دايما ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغاتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، لكن حاجة واحدة بس هي اللي بتجمعنا، اكيد هي الكورة. وزي ما احنا متعودين هنبتدي معاكم بسؤال حلقتنا النهارده، وبعد طبعا اقتراب نادي الزمالك ان هو يحقق درع الدوري العام، عدد كبير جدا من لعيبه نادي الزمالك في الموسم الحالي قدموا موسم كويس جدا ومميز جدا، وكان طبعا كلهم على قدر المسؤوليه اللي كانت طبعا حطاها عليهم جماهير نادي الزمالك، سواء بقى بن شرقي، طارق حامد، الونش، زيزو، او اللعيبه الخبرات المتواجده في الفريق زي مثلا شيكابالا وعبد الشافي. علشان كده سؤال حلقتنا النهارده بيقول مين افضل لاعب في نادي الزمالك في الموسم الحالي؟ مستنيه كل اجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه هنبتدي مع حضراتكم ونستعرض معاكم مباريات النهارده من الدوري المصري، واللي هيشهد مباراتين في ختام الاسبوع ال 31. المباراه الاولى هتكون الساعه 7، وهتكون مباراه اكيد ناريه في صراع البقاء والهروب من الهبوط، وهتجمع ما بين غزل المحله والانتاج الحربي. المباراه الثانيه هتكون الساعه 9 مساء، وهتجمع بين مصر المقاصه والبنك الاهلي، وكمان مباراه هتكون مهمه جدا لنادي البنك الاهلي لانه طبعا ضمن الانديه اللي بتصارع عشان تهرب من الهبوط. امبارح اكيد كانت محطة مهمة جدا جدا من عمر الدوري العام وصراع الصدارة ما بين الزمالك والنادي الاهلي على لقب الدوري، ونقدر نقول كده بعد فوز نادي الزمالك امبارح على دجلة وكمان تعادل النادي الاهلي مع طلائع الجيش ان الدرع قرب جدا وبشدة من 100 عقبة، بعد طبعا ما اتسع الفارق ما بين الاهلي والزمالك لاربع نقط، وطبعا ده لصالح الفارس الابيض. نادي الزمالك متبقي له لسه 3 مباريات، محتاج ان هو ياخد منهم بس 6 نقط عشان يحسم. بعد بقى ما اتكلمنا فنان عن مباريات الدوري امبارح، خلونا نروح لاخر الاخبار كمان المتعلقه بالصفقات اللي اكيد كل الجماهير بتترقبها وبشكل كبير جدا. النادي الاهلي بيحاول بكل الطرق ان هو يخلص صفقه ابراهيم عادل جناح نادي بيراميدز، واللي طبعا المسؤولين في النادي الاهلي شايفين ان هو صفقه هتكون مفيده جدا جدا للنادي الاهلي في الموسم اللي جاي. اللاعب عنده رغبه كبيره طبعا ان هو يروح للنادي الاهلي، وكمان كان وقع على رغبه قبل كده ان هو عايز ينضم صفوف النادي الاهلي. وعلى الناحيه الثانيه برضو في تمسك من اداره بيراميدز باللاعب، لكن برضو في احتياج من بيراميدز لخدمات ناصر ماهر صانع العاب النادي الاهلي، واللي خلاص في اتفاق ما بينه وما بين مسؤولين بيراميدز على كل التفاصيل التعاقديه ما بين طبعا الطرفين، مستنيين بس ناصر ماهر ان هو ياخد موافقه مسؤولين النادي الاهلي على انتقاله لبيراميدز. لكن الاهلي برضو رافض ان هو يبيع ناصر ماهر لبيراميدز الا لو حصل برضو موافقه من اداره بيراميدز على بيع ابراهيم عادل. طيب خلوني كده اقول لحضراتكم طلبات بيراميدز الماليه عشان يبيعوا ابراهيم عادل للنادي الاهلي. بيراميدز طالب في ابراهيم عادل 40 مليون جنيه، وده طبعا مبلغ مسؤولين النادي الاهلي شايفين ان هو مبالغ فيه. علشان كده النادي الاهلي مش هيوافق على رحيل ناصر ماهر لبيراميدز غير لما يتوصل مع مسؤولين بيراميدز الاتفاق بخصوص ابراهيم عادل. طبعا هنشوف معاكم اخر التطورات اللي هتحصل ما بين الاهلي وما بين بيراميدز خلال الايام اللي جايه. طيب ودلوقتي طبعا احنا كنا لسه بنتكلم عن جدول الدوري الممتاز، وبنتكلم قد ايه نادي الزمالك فرق الموسم الحالي وهو متصدر طبعا للدوري المصري الممتاز، وهو الاقرب ان هو يحصل على موسم الحالي من الدوري الممتاز، يمكن كل اللي باقي له 6 نقط بس لو حصل عليها من الثلاث مباريات اللي متبقيه له، فكده هيكون خلاص نادي الزمالك هو بالفعل اللي حسم الدوري في الموسم الحالي. تعالوا كده نروح معاكم دلوقتي للدكتور حسام المندوه عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا شيما، اخبارك ايه؟ انا عايزه اهنيك بس برضو خايفه اهنيك بدري. لا وانا مش عايزه تهنيني دلوقتي خالص. ايوه عشان ما حدش يقول ان احنا ايه من دلوقتي بنطمن اللعيبه وان الدنيا يعني لسه بدري وان لسه طبعا الدوري في الملعب، فبرضو في الاخر عايزه اقول لكم طبعا مبروك، يعني كان موسم بصراحه مميز جدا 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 لنادي الزمالك، كل اللعيبه كانوا على قدر المسؤوليه، يمكن الفريق بان بشكل مختلف، حتى الدوري في الموسم الحالي يعني يا دكتور لو حضرتك تتفق معايا ليه طعم مختلف، الصراع لغايه اللحظات والامطار الاخيره في الدوري اكيد عامل حاله حلوه جدا 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 بالنسبه لجماهير الكوره المصريه، واكيد كلنا مستمتعين باللي بيحصل دلوقتي. هو صحيح، وتعقيبا على موضوع التهنئه
يعني احنا لو اتكلمنا بلغه القلوب فاحنا امبارح طبعا فرحانين وسعداء جدا باللي تم في اليوم كله حقيقي، في الماتشين حقيقي، الماتش بتاعنا وبرده حقيقي برده عشان اكون صادق في ماتش المنافس، لان في الاخر كله بيصب لمصلحه نادي الزمالك. صحيح. لكن دي لغه القلوب تنتهي امبارح خلاص. لغه العقول بقى تقول ان الدوري لسه في الملعب، لسه ما خلصش، وده اللي المفروض احنا نركز ونتكلم فيه من دلوقتي. صحيح صحيح. امبارح كمان، بس امبارح كانت يعني مشاعرنا اكثر شويه من عقلنا، ولكن انتهى امبارح خلاص. احنا كسبنا ماتش في بطوله الدوري مع فريق محترم جدا، فرقه وادي دجله، بس مش اكتر من كده خالص. الماتش اللي جاي واللي بعده واللي بعده هم دول اللي يحددوا بطل الدوري العام. اذا احنا عايزين نكون ابطال هذا الدوري يبقى يجب علينا برضو ان احنا نتماسك ونستمر ونكمل بنفس الروح اللي احنا شايفينها دلوقتي، الحقيقه الكل بيتكلم فيها، يعني روح اللاعبين جوه الملعب وبره الملعب، روح الدكه مع اللاعبين اللي بيلعبوا جوه الملعب جوه المستطيل الاخضر. الروح دي والتماسك اللي موجود بينهم وتوحيد الهدف للاثنين اللي بره واللي جوه والجمهور والجهاز ومجلس الاداره ان احنا نحصل على الدوري العام. ما نركزش في اي حاجه خالص وننسى تماما 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 الماتش بتاع امبارح، ونركز في الماتش اللي جاي بعد يومين. هو ده حاليا البطوله اللي بالنسبه لنا مهمه، هو الماتش اللي جاي ده على طول نخلصه ونركز بعد كده في اللي بعديه. حقيقي ثلاث لقاءات محتاج منهم نادي الزمالك للست نقاط فقط عشان يحسم الدوري رسميا لصالحه في الموسم الحالي. دكتور حسام، حضرتك واللجنه يعني اللي بتدير دلوقتي نادي الزمالك في الوقت الحالي، مسكت نادي الزمالك في وقت صعب جدا جدا، كثير من الازمات الماديه وما كانش في استقرار، كان في مشاكل كبيره جدا، بس برغم ده احنا هو موجودين دلوقتي وبنكلمك وخايفين نبارك لك، برغم ان طبعا يعني لازم نقول ان الدوري الاقرب اكيد هو هيكون في نادي الزمالك. في حاله استقرار كبيره جدا في نادي الزمالك، عملتوا ايه؟ يعني ايه السر اللي حصل في خلال الوقت ده اللي تولته فيه اداره نادي الزمالك عشان نوصل بمجهودكم للنتيجه دي؟ بص يا شيماء، انا مش حابب اتكلم دلوقتي بلغه يعني بطل الدوري. انا حابب اتكلم يعني ان احنا لسه الدوري ما خلصش، فاللي احنا بنحاول نعمله دائما وابدا من اول يوم دخلنا فيه ان هو ان احنا نبني جسر من الثقه مع الاجهزه في النادي بشكل عام، يصدقونا ونصدقهم عشان يكونوا مطمئنين ان اي مستحقات مطلوبه مننا احنا هنفي بيها في الميعاد اللي نقدر نفي بيه، وبالفعل نفذنا الكلام ده. ما حاولناش ابدا نقول كلام وما ننفذوش، يعني احنا دائما بنقول الكلام اللي بنقدر ننفذه. اجتماعنا مع اللاعبين كان حتى قريب ان احنا عندنا هدف والروح هي البطل في الفترة القادمة، نتمسك بالروح، هو ده اللي يوصلنا للي احنا عايزينه. اللي تستحقوا يا لاعبين يا محترفين يا ابطال حقيقي، في الظروف الصعبة دي بتعملوا اللي احنا بنشوفه دلوقتي، تستحقوا كل حاجة كويسة، ولكن الدوري لسه ما خلصش. صحيح. فاقدر اقول ان اللي احنا بنعمله دلوقتي، مش عايز اقول ايه السر او ايه كلمة السر في الموضوع، ربنا بس يعني يكلل هذا التعب بنجاح في الآخر، ولكن احنا بنحاول دائما وابدا نشتغل في حاله من الهدوء، نرسي كده قواعد للاستقرار، ما نتكلمش في امور ممكن ناجلها للصالح العام، وده اللي احنا بنعمله يعني، وربنا بس يعني يكرمنا في الاخر ان شاء الله ويوصلنا اللي احنا عايزينه. دكتور حسام، بالفعل نجحتوا ان انتوا تجددوا لزيزو وللونش، والجمهور دلوقتي جمهور نادي الزمالك بيسال على بن شرقي، اخبار بن شرقي ايه؟ كل اخبار اللاعبين بن شرقي وكل اللاعبين، كل الملف ده دائما موجود على ترابيزه المجلس، واللجنه اللي منوط بيها التركيز فيه والعمل فيه شغاله فيه بشكل يومي. ولكن يعني عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر جمهور نادي الزمالك وعشان خاطري بلاش نتكلم في اي امور خاصه باللاعبين دلوقتي خالص، ولكن مفيش حد دلوقتي احنا ناسينه، كل الاسماء موجوده وفي مناقشات كثيره جدا، وان شاء الله يطمئن الجميع ان احنا مش هنفرط في اي حد من اللي موجودين في نادي الزمالك.
دكتور حسام، انا طبعا هحترم نخبه حضرتك دي ومش هنتكلم عن اي صفقات جديده بتحصل، ولكن برضو خليني في الاخر احيي حضرتك وكل اللجنه على المجهود العظيم جدا اللي انتوا بذلتوه، واللي في الاخر وصلت نتيجته ان احنا دلوقتي يعني خايفين نبارك مبكرا لنادي الزمالك عشان ما حدش يقول ان انتوا كده بتصدروا للعيبه. خلاص انتوا ارتحتوا وانتوا عملتوا اللي عليكم، فاللعيبه مثلا يوصل لها احساس ان خلاص احنا اخذنا الدوري. لكن طبعا خلي بالك من حاجه، اللاعبين هم حاسين جدا بالموضوع ده. امبارح فرحوا طبعا اخر الماتش ده حقهم، ولكن هم عارفين كويس قوي ان خلاص الفرحه دي الاكسبايري ديت، تاريخ الصلاحيه بتاعها نص ساعه مش اكتر من كده. عندنا بعد كده مهمه ثانيه لازم نركز فيها، اللي هي البطوله بتاعت الماتش اللي جاي. ما حدش يقول ماتش سهل ماتش صعب، مفيش ماتش سهل. صحيح مفيش ماتش جاي سهل. صحيح. الكوره لغايه اخر ثانيه تخدع، احنا امبارح قاعدين لغايه اخر ثانيه حرفيا بنموت. يعني الموضوع صعب جدا جدا جدا، فلازم نركز جدا، وانا مطمئن ان بس اللعيبه على قدر كبير جدا من المسؤوليه حقيقي يعني، وان شاء الله خير باذن الله، وانتظر مكالمتك لما نكلم ان شاء الله ببطوله الدوري. اكيد دكتور حسام. طيب اخيرا خليني اسالك عن برضو نقطه كانت بتشغل اكيد الكثير من الجماهير، وطبعا بالاخص جماهير نادي الزمالك، فكره الست نقط او خصم الست نقط. هل وصلتوا لحل في الموضوع ده او في اي اخبار عن الموضوع ده؟ لا ما فيش اصلا موضوع عشان نحله اساسا، مفيش موضوع اصلا. الكلام ده الناس طلعوا خلاص وكذبوه، الموضوع انتهينا منه تماما. مفيش، انا يعني عايز احنا ما نتكلمش الامور دي خالص، اللي ملهاش محل من الاعراب، ونحطها في جمله مفيده فنعطيها اهتمام وهمي. مفيش اصلا حاجه زي كده، والقانونيين والناس اللي دارسه في اللوائح طلعت اتكلمت في الكلام ده، الكلام ده مفيش مش موجود. ف يعني احيانا شايف ان النتيجه الوحيده اللي احنا نتكلم فيه نعمل برجله للنادي وبرجله للناس، فده مش مظبوط خالص الكلام ده. دكتور حسام المندوه عضو مجلس اداره نادي الزمالك، اكيد نورتنا النهارده في 60 دقيقه، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. نروح بقى وناخد وجهه نظر فنيه عن مباريات نادي الزمالك السابقه والحاله الفنيه لنادي الزمالك مع كابتن ايمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا جيم، عامله ايه؟ اكيد منورنا طبعا في 60 دقيقه، واكيد بنهنيك وبنهني كل جماهير نادي الزمالك على الاداء الرائع لفريق الزمالك طبعا في المباريات اللي فاتت دي، وكمان قربه من حسم لقب الدوري العام لصالحه في الموسم الحالي. يا رب طبعا، ويعني اتمنى امنيه طبعا غنيه كزملكاوي مشجع في الاول وككابتن لنادي الزمالك، لكن في الحقيقه يعني مش عايزين بس نفرط في الفرحه قوي اللعيبه او الجماهير ونصدر لعيبه فكره ان الدوري انتهى خلاص، لكن عندنا لسه برضو يعني 4 ماتشات موجودين على الاقل، لازم نكسب منهم ماتشين مع تعثر المنافس برضو في مباراه النادي الاهلي، فتقدري تحسمي البطوله باذن الله. يعني لكن هي قربت ان شاء الله باذن الله، فمحتاجين بس شويه تركيز زياده، شويه مجهود كمان، لان الدوري المصري بطوله قويه تستاهل ان احنا نركز عشانها ونبذل مجهود. يعني حضرتك كنت واحد من نجوم نص الملعب في نادي الزمالك، لازم بقى اسالك كمان عن رحيل فرجاني ساسي اللي يمكن عمل قلبان كبير جدا في الفتره اللي فاتت دي، ويمكن كمان رحيله احبط جماهير نادي الزمالك وحاسس ان ده هياثر سلبا على الفريق في مبارياته المتبقيه، ولكن مش هو ده اللي حصل، يعني بالعكس شفنا ان النتائج بتاعت نادي الزمالك كلها ايجابيه في الفتره اللي فاتت. بصي، هو يعني ما فيش اي حاجه او اي تشكيك في ان فرجاني تاسي لعيب كوره كبير جدا، لعيب عنده امكانيات هايله، عنده رؤيه في الملعب. صحيح. ادى مواسم هايله مع نادي الزمالك، لكن في الاخر زي ما قلت لك الكوره ما بتقفش على حد، ونادي الزمالك يعني كلنا بطلنا واعظم منا بطل، ونادي الزمالك بيكسب بطولات وشغال. بنشكر فرجاني على الفتره اللي قضاها اللي كان موجود فيها في النادي، لكن في الاخر زي ما انت قلتي النتائج هي خير دليل ان فرجاني عدم وجوده مش مؤثر على الفرقه. صحيح. امام بيأدي بصوره هايله، زيزو لما لعب كان هايل، اسلام لما بيلعب بيبقى كويس، لكن انا قلت قبل كده كتير ان امام عاشور افضل واحسن واحد يعوض فرجاني، حتى في المباريات لو تفتكري فرجاني كان مصاب، وامام لعب 4 ماتشات كان بيأدي هايل وبيجيب اجوان وجايب حوالي 3 4 اجوان، ف المواضيع ما فيهاش مشكله، وانا قلت ده الجميل ان الزمالك ما تخافوش وما يبقاش عندكم مشير غاز من فكره ان فرجاني ماشي، امام يقدر يعوض او ايا كان اللي بيلعب مكانه هيعوض غياب فرجاني، ان في الاخر نادي الزمالك نادي كبير وما بيقفش على حد.
امبارح شفنا كارتيرون يعني بيدفع باكتر من لاعب كانوا بره او بعيد عن التشكيله الاساسيه في الفترات اللي فاتت دي، شفت ازاي ده امبارح؟ بص انا ممكن انا ما كنتش قلقان، لان في الاخر غالبا يعني فكر الراجل مفهوم. هو راجل كان عايز ينفذ فكره الضغط العالي على دجله. هو شايف ان اللعيبه مجهده بيلعبوا باستمرار، ففكره ان انت تضغط على الخصم بيستحوذ كويس وعنده لعيبه كويسه وبقى لهم فتره طويله بيلعبوا بنفس الشكل، ان انت تضغط عليهم بلعيبه يعني جاهزه بدنيا ولعيبه فت ولعيبه مش مجهده، دي كانت فكره من افكار الراجل. نجحت بشكل كبير، نجح طبعا من الزمالك بقى جوال كتير، انما الـ عدم احراز الاهداف يمكن هو اللي يكون صدر للناس فكره ان نادي الزمالك ما قدرش ياخد الهدف من المباراه في الاول، عشان كده المباراه صعبت. لكن نادي الزمالك يعني ضغط واستحوذ ومروان ضيع وقبلها زيزو حاطط واحده كويسه وزيزو بيشوط وشيكابالا بيشوط فالناس بتحاول. لكن انا بحيي طبعا على فكره ان هو بيستخدم كل العناصر اللي موجوده عنده بشكل كويس في اوقات كويسه، ففكره الروتيشن اللي موجوده في نادي الزمالك او اللي حصلت المباراه اللي فاتت انا شايف انها هتبقى مفيده جدا جدا في المباراه الجايه دي. طيب كابتن ايمن، يمكن قبل لقاء امبارح مروان كان بيتعرض للكثير والكثير من الانتقادات، شفت ده ازاي؟ انا عمري ما كنت طبعا مع انتقاد لعيب او من تقليل من حجمه. انا قلت ان مروان فرد كويس جدا، وقبل ما كان يجي الزمالك كان بيأدي مع المقاصه بشكل كويس، فمروان عنده امكانيات فرد كويس، ممكن ما يكونش موفق مع نادي الزمالك وده ما يعيبوش ابدا. في لعيبه كتير جدا احنا شفناها بتيجي بتقعد سنه كامله في نادي ما بتحرزش اهداف، لكن في الاخر صحيح لما تيجي تقيمي الولد نفسه لا طبعا امكانياته كويسه وفرد كويس، ممكن ما يكونش موفق الفتره دي لكن لما بياخد الفرصه هيشتغل والدنيا هتمشي كويس ان شاء الله باذن الله. خلاص 10 ايام وهيتفتح بقى باب الانتقالات، ويمكن اكيد نادي الزمالك فيه مراكز من وجهه نظر حضرتك محتاجه انها تدعم، زي ايه مثلا؟ احنا محتاجين فيروت كمان مع الجزيري، محتاجه حد سته مع طارق كويس قوي، لان يعني في دايما فكره التلاحم وطارق وان انت تعوضيه، فلازم دايما طارق ياخد راحات كويسه، فلازم حد يبقى جنبه بنفس الكواليتي بتاعه فيشيل. فانت محتاجه فيرود ومحتاجه سته وهنحتاج طب مثلا في حاله رجوع مصطفى محمد تاني لنادي الزمالك، احنا شايفين ان هو قاعد دلوقتي على دكه الاحتياطي في جلطه سراي التركي، يمكن مش واخد فرصته ويمكن عنده مشاكل مش متاقلم هناك، ففي حاله ان هو رجع تاني لنادي الزمالك كان هيبقى محتاجين كمان فيرود؟ لا طبعا خالص، يعني مع عوده مصطفى هتبقى انت المواضيع مكتمله عندنا، لان مصطفى قصه لوحده خالص طبعا، والجزيري فيرود كويس طبعا، فالاثنين مختلفين عن بعض. يعني الجزيري فيرود عنده سرعات ما شاء الله، بيتحرك بين الخطوط كويس قوي، مصطفى محمد نموذج للفيرود التسعه اللي هو المحطه، فانت عندك كل الاشكال من اللعيبه دلوقتي، وبتحتاجي وهو بيلعب فيرود، صديق اشرف بيلعب فيرود، عندك اسامه فيصل ده مستقبل طبعا في النادي، فتقدري يعني تعتمدي عليهم. لكن رجوع مصطفى طبعا هيقفل القصه، فتتفكري بقى في حد تسعه كويس، في حد سته كويس، وحد باك رايت جنب حازم والمسلوسي لو كمل بس. صحيح. كابتن ايمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق، اكيد نورتنا في 60 دقيقه، بشكر حضرتك على وجودك معانا، ونرجع تاني لاخبارنا المحليه، نروح للنادي الاهلي وسعد سمير مدافع النادي الاهلي اللي خلاص اصبح فيه يعني شبه اتفاق ان هو هيستمر في الموسم اللي جاي في النادي الاهلي بعد مشاورات حصلت ما بين اللاعب وما بين موسيماني، واللي طلب منه ان هو يكمل مع الفريق في الموسم اللي جاي، نظرا طبعا لان هو واحد من كباتن الفريق، وطبعا وجوده في الاوضه اوضه اللبس بيكون ليه دور كبير جدا جدا في نقل خبرات ولباقي اللعيبه. طبعا رغبه موسيماني دي خلت في حاله من الاستقرار عند مسؤولين النادي الاهلي على الابقاء على سعد سمير في الموسم اللي جاي، وده هيكون على حساب محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي والمعار دلوقتي لسموحه. محمد عبد المنعم طبعا بيقدم مستويات كويسه جدا، مميز جدا 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 مع نادي سموحه خلال الموسم الحالي، وواحد اكيد من المدافعين الواعدين في الكوره المصريه. لجنه الكوره في النادي الاهلي فضلت استمرار سعد سمير في الموسم اللي جاي مع النادي الاهلي، ويكمل كمان محمد عبد المنعم مع نادي سموحه في الموسم اللي جاي، واكتسب طبعا المزيد من الخبرات مع النادي السكندري. نروح دلوقتي مع حضراتكم لصفقه،
صفقة هيكون أكيد عليها صراع كبير جدا ما بين الأهلي وبين الزمالك، شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، واللي تم عرضه على مسؤولين الأهلي وكمان على مسؤولين الزمالك من بعض وكلاء اللاعبين خلال الأيام اللي فاتت دي، وفي ترحيب أكيد سواء من المسؤولين في الأهلي أو كمان مسؤولين في الزمالك إن هم يدخلوا في مفاوضات مع المهاجم الواعد. لكن مع رحيل طبعا أحمد ياسر ريان عن صفوف سيراميكا، هل التخلي عن شادي حسين سواء للأهلي أو للزمالك ده هيكون بالسهولة دي على إدارة سيراميكا، اللي أعتقد إنها لو فكرت إن هي تبيع شادي أكيد هيكون بمبلغ برضو كبير مش مبلغ قليل، لكن شادي حسين مهاجم أكيد واعد جدا، لو راح الأهلي لو راح الزمالك إمكانياته أكيد هتصنع فارق كبير، لكن برضو إدارة نادي الزمالك لسه بتترقب في الوقت الحالي زي ما كنت بقول لحضراتكم أو كنت بتكلم مع كابتن أيمن موقف مصطفى محمد مع جلطة سراي، وهل هيتم تفعيل بند الشراء في عقده ولا هيتم الاكتفاء بس بفترة الإعارة اللي هتنتهي في يناير اللي جاي، لأن طبعا رجوع مصطفى محمد بنسبة كبيرة جدا هتخلي مسؤولي نادي الزمالك يكتفوا بوجوده مع مروان حمدي ومع سيف الجزيري، وهيتم صرف النظر اكيد عن التعاقد مع شادي حسين او مع اي مهاجم اخر. مكملين مع حضراتكم اخبارنا والاخبار المتعلقه بالصفقات، نادي الزمالك بيحصل على توقيع ثنائي وسط ملعب فريق وادي دجله محمد هلال ومحمد عبد العاطي، وقدرت اداره نادي الزمالك بناء طبعا على توصيه من اللجنه الفنيه ان هم يوقعوا مع اثنين من اللعيبه خلال الايام اللي فاتت دي. باتريس كاسيرون المدير الفني لنادي الزمالك كان طالب التعاقد مع محمد هلال بالاسم، وشايف ان هو لاعب يقدر ان هو يصنع فرق في وسط ملعب نادي الزمالك، ولعيب اكيد يقدر كمان ان هو يلعب في اكتر من مركز سواء في مركز 8 او مركز 10 او كمان في اوقات كتير ممكن يلعب كجناح. نادي الزمالك بعد ما كان حصل على توقيع هلال وكمان عبد العاطي خلاص بقى هيبدا في الدخول في مع نادي وادي دجله ان هو يدخلوا في مفاوضات رسميه عشان ينهوا الصفقه دي وبشكل رسمي، بس طبعا المفاوضات متاجله لنهايه الموسم نظرا لظروف نادي دجله وان هم دلوقتي طبعا بيصارعوا على الهروب من شبح الهبوط. لسه مكملين معاكم برضو اخبارنا وعبد الله بكري مدافع نادي بيراميدز واللي اعلن رحيله عن صفوف الفريق في نهايه الموسم الحالي، اتفق خلاص مع مسؤولين نادي فاركو على الانضمام ليهم بدايه من الموسم اللي جاي، لكن اللاعب لسه ما وقعش على عقود الانضمام للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز عشان يسيب برضو مسافه ومهله كده لمسؤولين نادي الزمالك ان هم يحسموا القرار النهائي بالنسبه لعبد الله بكري، ان هم يبلغوه ان هو معاهم الموسم اللي جاي ولا لا هو خلاص مش معاهم عشان ينهي اتفاقه مع نادي فاركو. عبد الله بكري في مفاوضات مع نادي الزمالك من يناير اللي فات، كنا طبعا اتكلمنا مع حضراتكم في الموضوع ده وقلنا لكم كذا مره، وكان وقع كمان على رغبه انضمام لنادي الزمالك. عبد الله بكري اكيد طبعا واحد من المدافعين المميزين جدا جدا في الدوري المصري، وتوقع ان هو لازم يكون اضافه سواء لدفاع فاركو او لدفاع نادي الزمالك. نروح لنادي بيراميدز واللي كمان المسؤولين فيه شغالين على ملف الصفقات بشكل كويس جدا وبيحاولوا ان هم يدعموا المراكز المختلفه في الفريق عشان طبعا يظهروا الموسم اللي جاي بشكل مختلف، اكيد الموسم اللي ممكن يقوده وبنسبه كبيره جدا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني الحالي لنادي الاسماعيلي، واحد طبعا من المراكز اللي محتاجه انها تدعم في نادي بيراميدز هو مركز حراسه المرمى بعد اصابه كمان احمد الشناوي بالرباط الصليبي وكمان قرب رحيل المهدي سليمان عن صفوف الفريق في نهايه الموسم الحالي. إدارة نادي بيراميدز دخلت في مفاوضات مع محمود جاد حارس مرمى أنبي واللي فيه ترحيب أكيد من اللاعب إن هو ينضم لصفوف بيراميدز بعد جلسة جمعت ما بين عمرو بسيوني مسؤول التعاقدات في بيراميدز وكمان والد محمود جاد، وأكيد طبعا محمود جاد حارس واعد وهيكون إضافة لحراس مرمى بيراميدز لو نجحوا إن هم يقدروا يضموه من نادي أنبي. امبارح اقيمت قرعه بطوله كاس الامم الافريقيه الكاميرون 2021 وبتقام بطوله امم افريقيا خلال الفتره من 9 يناير ل 6 فبراير سنه 2022، طبعا 2022 اللي جايه، ومنتخب مصر وقع في المجموعه الرابعه ومعاه نيجيريا ومعاه السودان ومعاه غينيا بيساو. وكده خليني دلوقتي اقول لحضراتكم الست مجموعات. المجموعه الاولى فيها الكاميرون، فيها اثيوبيا، فيها كاب فيردي، فيها بوركينا فاسو. المجموعة الثانية فيها ملاوي، زيمبابوي، غينيا والسنغال. المجموعة الثالثة فيها جزر القمر، الجابون، غانا والمغرب. والمجموعة الرابعة فيها السودان، غينيا بيساو، مصر ونيجيريا. المجموعة الخامسة فيها غينيا الاستوائية، سيراليون وكوت ديفوار والجزائر. والمجموعة السادسة هيكون فيها جامبيا، موريتانيا، مالي وتونس. مشاهدينا كده خلصت اخبارنا المحليه، نطلع دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع وهنكمل مع حضراتكم
بقيه فقراتنا اكيد في 60 دقيقه. برحب بكل مشاهدينا مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره العالميه. هتكون مع تتويج بايرن ميونخ بلقب كاس السوبر الالماني على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بثلاث اهداف مقابل هدف. المباراه طبعا شهدت تالق كبير جدا البولندي. ومن تتويج بايرن ميونخ نروح معاكم لنادي يوفنتوس، واللي شهد اجتياز لاعب رفضت كمان إدارة نادي توتنهام الإنجليزي سيتي، ومتمسك إن هو يحصل على 160 مليون جنيه استرليني عشان يوافق على بيع هاري كين. والنهارده أو امبارح كمان كان في ثلاث مباريات أقيموا في مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وشهدت فوز ريد بول سالزبورغ النمساوي على براندبي الدنماركي 2-1 في مباراة الذهاب، وكمان نجح فريق شارف ترايزبل من مولدوفا إن هو يفوز على دينامو زاجرب الكرواتي، وخسر فريق موناكو الفرنسي من ضيفه شختار دونيتسك الأوكراني. وبالنسبة بقى لمباريات النهارده من مرحلة تحديد المتأهل لدور المجموعات ولا تتلعب النهارده كلها الساعه 9 مساء، يانج بويز السويسري هيستضيف فرانكوزيري المجري، وطبعا مالبو السويدي كمان هيستضيف لودوغوريتس راسجارد البلغاري، واين هوفن الهولندي هيكون ضيف على بنفيكا البرتغالي. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع وهنرجع ونكمل مع حضراتكم بقيه فقرتنا في 60 دقيقه، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مره تانية ومكملين معاكم فقراتنا في 60 دقيقه، ودلوقتي جه ميعادنا مع السوشيال ميديا. اكيد طبعا البداية دايما بتكون من الفيسبوك، وبعد ما خلاص بدأ مشواره في الدوري الأسباني برباعية في شباك ديبورتيفو ألافيس، تعالوا بقى نشوف معاكم دلوقتي استعدادات ريال مدريد للمباراة الثانية في الليجا والمقرر ليها إن شاء الله يوم الأحد مع استعدادات الأندية الإسبانية طبعا في الدوري الأسباني للمباريات. وتعالوا دلوقتي نشوف معاكم خفافيش فالنسيا وهما بيجهزوا للمباراة القوية اللي جاية ليهم قصاد غرناطة، والمقرر إن شاء الله إنها تقام. ومن منصة الفيسبوك هنروح معاكم لتويتر. في شك ان بطوله الدوري الممتاز قربت وبشكل كبير جدا من نادي الزمالك بعد ما فاز امبارح على وادي دجله بهدف طبعا لمروان حمدي، وكمان تعادل النادي الاهلي بدون اهداف في مباراه مثيره جدا مع طلائع الجيش. تعالوا نشوف دلوقتي معاكم جزء من احتفالات نجوم نادي الزمالك بقرب تحقيق لقب الدوري اللي غايب طبعا من موسم 2014-2015. أصداء انضمام البرج الفرنسي فاران لنادي مانشستر يونايتد محل اهتمام من السوشيال ميديا، خصوصا طبعا المهتمين بالنادي الإنجليزي. تعالوا نشوف دلوقتي فاران وهو بيكشف عن قدوته في الملاعب الإنجليزية من رموز المان يونايتد. وهنختم جولتنا على تويتر من خبر اعلان انضمام فرعون مصر جديد للدوري التركي، وهو نجم المنتخب الاولمبي والنادي الاهلي المعار لسيراميكا كليوباترا احمد ياسر ريان، واللي اصبح خلاص لاعب في صفوف فريق التاي التركي. تعالوا نشوف. نتمنى كل التوفيق لنجمنا المصري احمد ياسر ريان، ان شاء الله يتوفق في مشواره الاحترافي. ونروح دلوقتي معاكم من تويتر لمنصه جديده على السوشيال ميديا وهي اليوتيوب.
احتفالا بقى بعيد ميلاد واحد من اساطير كرة القدم، سواء مع منتخب فرنسا وانديه موناكو واليوفنتوس والارسنال وبرشلونه، وهو النجم تياري هنري. تعالوا نشوف دلوقتي معاكم افضل اهدافه اللي احتفلت بصفحه دولتنا على السوشيال ميديا. نطلع دلوقتي مع حضراتكم لفاصل سريع وهنرجع وهنكمل معاكم بقيه فقراتنا في 60 دقيقه، خليكم معانا. رجعنا سريعا وبنوصل مع حضراتكم دلوقتي لاخر فقره معانا النهارده في 60 دقيقه، وهنستعرض معاكم اكيد اجابتكم على سؤال حلقتنا النهارده. سؤال النهارده كان بيقول مين هو افضل لاعب في نادي الزمالك في الموسم الحالي؟ تعالوا نشوف دلوقتي الاجابات اللي وصلنا عن طريق تويتر. محمد شاهين بيقول صباح الخير عليك يا شيما، صباح الفل. انا من وجهه نظري انه اشرف بن شرقي افضل لاعب في الزمالك في الموسم الحالي. احمد سيف بيقول محمود حمدي الونش. يوسف بيقول احمد سيد زيزو. محمد وهبه بيقول الكل ومعاهم الجمهور. اكيد يعني دي اجابه بصراحه صحيحه، الكل كان مقدم يعني موسم كويس جدا، واكيد طبعا جمهور نادي الزمالك. سيد حجازي كمان بيقول الفريق كله نجم واحد، اكيد طبعا يا سيد، يعني دي من افضل الاجابات اللي جات لنا. علي كمان بيقول طارق حامد. ودي كانت بعض الاجابات اللي وصلت لنا النهارده عن طريق تويتر رادار على سؤال حلقتنا في 60 دقيقه. انتهت حلقتنا النهارده من 60 دقيقه، لكن ان شاء الله هيكون عندنا ميعاد بكره ان شاء الله من الساعه 2 للساعه 3 في جوله على كل الاخبار اللي بتخص الكوره محليا وعالميا، وكمان كل جديد بيحصل على السوشيال ميديا. اشوفكم ان شاء الله بكره، واشوفكم على خير.